السلام عليكم أعزائنا الطلبة، ناخذ اليوم محاضرة من مادة المواع أو الفلويد وعنوانها هي اللزوجة. مثل ما نعرف أنه إذا كان هناك حركة سطحين صليبين أحدهما فوق الآخر راح تكون هناك ممانعة لهذه الحركة. هذه الممانعة ناتجة نتيجة قوة الاحتكاك بين السطحين، فكلما كانت قوة الاحتكاك أو معامل الاحتكاك عالية بينهم فراح تكون الحركة صعبة أو الممانعة عالية. كلما كانت قوى الاحتكاك سهلة راح تكون عملية التحرك والانزلاق سهلة. نفس الشيء راح تكون عندنا بحركة المواع على الأسطح، هذه راح تكون أيضا هناك مانعة لهذه الحركة. هذه الممانعة تسمى باللزوجة أو فيسكوسيتي، هي مماثلة لمعامل الاحتكاك بين الأسطح الصلبة. فكلما كانت اللزوجة قليلة راح تكون حركة المواع على الأسطح الصلبة سهلة، وكلما بالعكس كلما كانت عالية راح تكون حركة الماء على الأسطح صعبة. مثال على ذلك حركة الماء على الأسطح ومقارنة بالعسل، فنشوف أنه الماء عندما يسكب على سطح راح تكون الحركة مالته سهلة لأن المقاومة مالته قليلة أو العفو اللزوجة قليلة، بينما العسل إذا نخليه على سطح راح تكون نشوف الحركة مالته صعبة. ليش؟ لأن اللزوجة بين الجزيئات العسل عالية فراح تكون الحركة مالته بطيئة. وكذلك إذا تخليها بالأصابع مالتك، إنه شوف إذا تخلي إيدك بالماء حركة الأصابع مالتك راح تكون سهلة، بينما إذا كان هناك مادة لجة راح تكون حركة الأصابع صعبة. خلينا نشوف هذا التطبيق على مخطط حتى نفهم شو راح تكون هذه الممانعة. احنا عندنا سطحين، هذا السطح الاول سطح ثابت والسطح الثاني متحرك. اذا السطح الثابت السرعة مالته راح تكون صفر، بينما السطح المتحرك السرعة مالته راح تكون V. اذا هي V راح تمثل سرعة الاسطح. نشوف هنا عندما بهذا السطح السرعة مالته V تساوي صفر، كذلك اليو هنا راح تمثل لي سرعة الماء، فنشوف اليو تساوي صفر. عندما سرعة الجدار تساوي صفر فإن اليو اللي هي تمثل لي سرعة الماء تساوي صفر، بينما هنا في الأعلى سرعة هذا السطح المستوي راح تساوي في، فنشوف أنه سرعة الماء كذلك تساوي في، أي أنه هنا عندنا سرعة الماء تساوي سرعة السطح المتلامس معه، أي أنه في نقطة التلامس، أي أنه إذا كان عندي مائع عفو جدار سرعته صفر فإن المائع اللي في نقطة التماس معه أيضا تساوي صفر، بينما إذا كان عندي مائع يتحرك بسرعة معينة قد تكون V فإن سرعة المائع في هذه في نقطة التلامس راح تساوي V، أي أنه سرعة المائع تساوي سرعة الأسطح السلبة في نقطة التلامس، أي أنه سرعة المائع تساوي سرعة الأسطح السلبة في نقطة التلامس. فهنا عندنا نقطة التلامس هنا مع الجدار الساكن اللي سرعته صفر، فسرعة المائع تصفر، وهنا في نقطة التلامس في مع العفو مع السطح المتحرك الصلب اللي سرعته v، فإن سرعة المائع تساوي v، اليو تساوي v. المسافة اللي بيناتهم اللي هنا مليانة سائل، فنشوف إنه سرعة السائل جاي تتغير إلى من صفر تبدي تزداد إلى أن تساوي سرعة السطح المتحرك. هذه التغيرات بالسرعة نتيجة اللزوجة، نتيجة لزوجة الماء. ونشوف انه هنا هذه اليو اللي هي تمثل لي سرعة الماء، اليو تتغير مع من؟ مع واي، اللي هو شنو الواي؟ الواي المسافة اللي هي باتجاه السطح المتحرك. فنشوف انه المسافة اللي بيناتهم مقدارها ال، فتشوف تغير السرعة باتجاه الواي تساوي الواي على ال في ال V، تساوي ال Y على ال L في ال V. كذلك إذا اشتقيناها مشتقينا سرعة
الماع بالنسبة إلى الواي، فديو على دي واي تساوي الفي على ال. نرجو أن تكون واضحة، وإذا عندكم ملاحظات تقدرون تراسلوني على التليجرام. من عندها نستنتج انه الدي بي تساوي التان تي، اي انه اذا كانت عندنا شريحه بسيطه فان الدي بي تساوي التان بي، وتساوي دي اي الدي اي على ال اللي هي هنا هذه المسافه، دي اي على ال، هذا هنا ال، هذه هنا الزاويه مالتنا، فالتان شو يساوي؟ المقابل على المجاور، هنا المجاور يساوي ال والمقابل تساوي ال دي اي. والدي اي شو يساوي؟ عندنا ماع يتحرك او يتحرك بسرعه في، او اي شيء يتحرك بسرعه في، فنقطع مسافه اي مسافه خلال وقت معين تساوي الفي في الدي تي، خلال تقطع هذه المسافه بالسرعه في مده الزمن المستغرق له على ال ال، ونفس الشيء وهذا تساوي الدي يو على الدي واي في الدي تي. ليش؟ لان عندنا الفي على ال L تساوي دي يو على دي واي بالمعادلة السابقة، ومن عندها راح يكون عندنا دي بي على دي تي تساوي دي يو على دي واي، ومن عندها راح يكون عندنا معامل القص او الاجهاد القصي اللي هو التاو، راح تساوي راح يكون هناك علاقة طردية مع الدي بي اوفر دي تي او دي يو اوفر دي واي. حتى نتخلص من هذا التناسب يجب ان نخلي معامل، وهذا المعامل راح تساوي ال لميو، اذا اللزوجه راح نرمز لها بالرمز ال لميو، وتساوي اذا قوى القص، اذا قوى القص، اذا قوى القص في السوائل تساوي لميو في الدي يو اوفر دي واي، اللي هو الميو لزوجه المائع على التغير بالسرعه باتجاه ال واي، بتغير سرعه المائع باتجاه ال واي. اذا هذا المعامل الثابت راح يسمى اللزوجة، وهذه اللزوجة هنا الميو راح تسمى اللزوجة الديناميكية اللي هو دايناميك فيسكوسيتي، وحداتها كيلوغرام على متر ثانية، وحداتها كيلوغرام على متر ثانية، طبعا هنا متر ثانية بين قوسين، هذه تسمى الدايناميك فيسكوسيتي، وحداتها كيلوغرام على المتر ثانية، أو تسمى وحداتها نيوتن ثانية على المتر التربيع، أو وحداتها نيوتن ثانية على المتر التربيع، وتسمى بوحدة الباسكال ثانية، تسمى بوحدة الباسكال ثانية. فأما وحداتها راح تعطى لك تكون وحداتها كيلوغرام متر على ثانية، أو نيوتن ثانية على المتر المربع، وتسمى بوحدة الباسكال على العفو باسكال ثانية. ليش؟ لأن نيوتن على المتر مثل ما نعرفه هي وحدات الضغط، ووحدة الضغط هي الباسكال، تسمى الباسكال ثانية. ومثل ما نعرف أنه القوة، نرجع للمعادلة السابقة، المعادلة السابقة تاو تساوي قوة القص تساوي شنو؟ العفو الإجهاد القص يساوي القوة على المساحة، نفس الشيء يطبق هنا، فراح يكون عندي القوة المؤثرة على سطح التلامس، انتبه هنا، القوة هنا القوة المؤثرة على سطح التلامس بين الجدار الصلب أو السطح الصلب مع المائع تساوي إجهاد القص في مساحة التلامس، إجهاد القص في مساحة التلامس، وإجهاد القص ايش راح يساوي؟ الميو طبعا، والأي نفس المساحة في الدي يو اوفر دي واي، أي أنه انتبه هنا، نرجع مرة ثانية للمخطط مالتنا، هذه عندنا هنا السرعة صفر، فإذا الدي يو اوفر دي واي راح تساوي صفر، هنا ماكو أي إجهاد قص، إذا إجهاد القص وين راح يكون؟ هنا ب على الأسطح اللي تتحرك بسرعة معينة، هنا راح يكون عندي إجهاد القص. المساحة مالته وين؟ المساحة هذه مساحة التلامس اللي هي وين؟ بالكونتاكت مع من؟ مع
السائل، فنشوف انه مثل هذا راح يكون عندنا الطول في العرض. العرض وين راح يكون؟ داخل الورقة. هذا هنا عندنا راح يكون سطح واحد، فراح تكون عندنا شنو؟ مساحة واحدة بالتلامس. بينما اذا كان هذا السطح مغمور بالسائل، فكم مساحة راح تكون عندنا؟ هذه المساحة وهذه المساحة، في حال انه السطح الصلب او هذا اللوح راح يكون داخل السائل. فاذا قوى القص اللي يأثر بها السائل على السطح المتحرك عليه، على الوجه مالته او داخل هذا بالسطح المتلامس مع السائل، راح تساوي الاف وتساوي شاد القص في مساحة التلامس، ولا راح تساوي عندنا الميو في الاي في الديو اوفر دي واي، اللي هو هنا راح تساوي الزوجة في مساحة التلامس في تغير القوة. هنا عندنا قلنا انه دائما السائل في نقطة التلامس السرعة مالته راح تساوي سرعة السطح المتحرك. فإذا الدي يو اوفر دي واي بالمعادلات السابقة، هنا قلنا دي يو اوفر دي واي تساوي شنو؟ سرعة السطح المتحرك او اللوح المتحرك على السائل على اليمن على ال، على المسافة بين السطح الساكن اللي عندما السرعة تساوي صفر إلى المسافة اللي تفصل بين السطح عندما السرعة تساوي صفر والسطح المتحرك هنا ال ال. فإذا الاف راح تساوي الميو في الاي اللي هو اللزوجة في مساحة سطح التلامس للوح على سرعة اللوح على المسافة اللي بيناتهم، بين السرعة الصفر للمائع وسرعة والعفو واللوح. هنا عندنا إذا كان نجي هنا، إذا كان عندنا السطح المتحرك اسطوانتين لهما نفس المركز، أي أنه اسطوانتين أحداهما داخل الأخرى، ويفصل بيناتهن جاب صغير، يفصل بيناتهن مسافة صغيرة. هذه المواد راح يصير العفو الاسطوانات راح يكون بيناتها تورك. تورك مثل ما نعرف هو القوة في ذراعها. فإذا هنا القوة في ذراعها راح تكون تساوي التي وتساوي الاف في الار. الاف في الار هنا الار جد تساوي الار هي الار هي تساوي نصف القطر للاسطوانة الداخلية. إذا عندنا اسطوانتين متمركزة أحداهما داخل الأخرى، راح يكون هناك قوات عزم بيناتهم التورك، وهذا التورك راح يساوي القوة في ذراعها. القوة حسن راح نعرف شلون راح نوجدها، والآر هنا أهم شيء عندنا الآر، الآر تساوي هي نصف القطر للأسطوانة الداخلية. نجي للتانجنشال فيلوسيتي. التانجنشال فيلوسيتي راح تساوي الأوميجا في الآر. الأوميجا هنا راح تساوي الأنجلر velocity، الانجولار velocity في الار اللي هي السرعه الدورانيه. العفو هناك ملاحظه بعد مهمه راح ناخذها، عندنا نوعيتين من اللزوجه، اللزوجه الديناميكيه واللزوجه الكيناماتيكيه. اللزوجه الكيناماتيكيه هي عباره عن، راح تلمس بالرمز نيو، وعباره هي عن اللزوجه الديناميكيه على اللزوجة الديناميكية على الكثافة، على كثافة السائل، ووحداتها متر مربع على الثانية، وحداتها متر مربع على الثانية. وحدات خليني اكتب لكم اياها، متر عفوا هنا هذا حاسبة مالت احنا عطلانة، فنضطر انه ناخذ غير حاسبة، وهذه معرفة بغير لغة. المهم وحداتها متر مربع على الثانية، ان شاء الله راح اكتب لكم اياها ودز لكم اياها
واضحة على البي دي اف. نرجع مرة ثانية إلى القوة بين الاسطوانات المتمركزة، فراح تكون عندنا هنا سرعة الاسطوانة، سرعة الاسطوانة راح تساوي سرعة الاسطوانة المتحركة. هنا انتبه، هنا سرعة الاسطوانة المتحركة، هنا راح تكون عندنا فد معلومة انه الاسطوانة الخارجية ثابتة، والاسطوانة اللي راح تقوم بعملية اللي راح تكون بعملية التدوير هي الاسطوانة الداخلية. فراح تكون عندنا سرعة الماء على هذه الاسطوانة راح تساوي السرعة الدورانية في الار. الار قلنا هو القطر الداخلي للاسطوانة الداخلية. نجي للقوة، القوة مالتنا ايضا المعادلة مالتها نفس الشيء، تساوي التاو في الاريا، تاو في الاريا اللي هو الجهاد القص، تساوي جهاد القص في المساحة. المساحة يا مساحة، مساحة الاسطوانة الداخلية، المساحة السطحية للاسطوانة الداخلية. المساحة السطحية للاسطوانة الداخلية شو تساوي؟ المحيط في طول هذه الاسطوانة. المحيط، المساحة السطحية للاسطوانة شو تساوي؟ تساوي المحيط في طول هذه الاسطوانة، فتساوي 2 باي ار في ال ال. فاذا التاو من المعادلة السابقة تساوي القوة في نصف القطر الاسطوانة الداخلية. القوة ايش تساوي؟ القوة ايش تساوي من معامل الإشهاد القص للمواء؟ راح تساوي الميو في السرعة ال في على ال ال، السرعة في ال في على ال ال. هنا طبعا هنا ال ال نقصد به المسافة بين، هنا انتبهوا، هنا ال كابيتال لتر و ال سمول لتر. ال ال سمول لتر تساوي المسافة بين الاسطوانتين اللي هي الجاب، المسافة بين الاسطوانتين. وال في ايش راح تساوي هنا؟ تساوي الاوميجا في ال ار. فالاوميجا في ال ار راح تساوي ال في. المساحة شنو؟ 2 باي ار ال. فراح تكون عندنا المعادلة مالتنا كالآتي، تساوي الميو 2 باي ار تكعيب دبل الاوميجا في ال ال، واللي راح تساوي في نفس الوقت الميو 4 باي تربيع ار تكعيب ال ان في ال ال. هنا طبعا ال ال، هنا عندنا ال ال راح تساوي السرعة ال، الاوميجا هنا راح تساوي 2 باي في السرعة الدورانية. هنا راح تكون عندنا في السرعة الدورانية. اذا هنا ال ان راح جاية من هذه المعادلة تساوي 2 باي. ليش؟ لان راح يكون عندنا دورة في الدقيقة، وما يعرف باسم ال ار بي ام. ال ار بي ام اللي هي هنا، هنا الان نمبر اوف ريفوليوشن بير تايم، يعني هي عدد الدورات في الدقيقة، عدد الدورات اللي راح تدور بها الاسطوانة خلال الدقيقة. وهذه الاوميجا تساوي 2 باي في الان دوت. فاذا المعادلة مالتنا راح تساوي، نحفظها كالاتي، تاو التورك يساوي الاف في الار، وتساوي الميو في 4 باي تربيع في الار تكعيب. ونعيد مرة ثانية، الار هي راح تمثل لي القطر الداخلي للاسطوانة، في السرعة الدورانية للاسطوانة، في ال طول الاسطوانة، على المسافة بين، على المسافة بين الاسطوانتين. فخلينا ناخذ مثال حتى نفهمها. عندنا هنا اللزوجة لماع يقاس بواسطة الفيسكوميتر، جهاز اللي يقيس اللزوجة يسمى بجهاز الفيسكوميتر. هذا الجهاز متكون من عبارة عن اسطوانتين متمركزة. هناك
الأسطوانتين متمركزة، المسافة اللي بيناتهن، أو العفو، طول هذه الأسطوانات، طول الأسطوانة 40 سنتيمتر، والقطر الداخلي للأسطوانة هو 12 سنتيمتر، والمسافة اللي بيناتهن هو 0.15 متر. احسب هنا احسب هنا الاينر دايمتر. فنشوف رأسا هنا عملية تطبيق مباشر للقانون. طبعا هنا منطينا قيمة التورك اللي بيناتهم، فهنا عبارة عن تطبيق مباشر للقانون. هو يريد اللزوجة، فإذا التورك منطينية ومنطيني هذه المعلومات، فقط المجهول هو الفيسكوسيتي أو اللزوجة. فراح نشوف أنه اللزوجة تساوي التورك في المسافة اللي بيناتهم على الباي، العفو، 4 باي تربيع الار تكعيب في السرعة الدورانية للأسطوانة في الطول مالتها. وهنا مطلنا كل المعلومات، فمجرد تطبيق مباشر وراح نوجد قيمة اللزوجة. هذه هنا طبعا هذا أيضا السؤال الأول، هو سؤال محلول المطلوب من عندكم تقروه وتحلونه وتشوفون شنو الأخطاء مالتكم. هذه هي نتيجة الحل مالته. أما السؤال الثاني والثالث فهنا، هذه هنا العفو مقدارها 0.29 متر، العفو، كيلوغرام لكل متر سنتيغريد. هنا مقدارها كيلوغرام لكل متر ثاني، عفوا لكل متر سكند، لكل متر ثاني. هذه المقدار مالتها. نرجو من عندكم انه تحاولون تحلونها، وراح يكون عندنا نقاش بيها. تقدر تعتبرونها واجب بيتي او عملية ممارسة حتى نعرف شلون نحل هذه الأسئلة او نتعامل معها. وشكرا.